اخبار اليوم على اليوتيوبز وكده وعايز تيجي تحميه عندي انا مش هحميه لك. ليه؟ لانه اصبح متاح للعامه وبالتالي كلهم ممكن ايه يعملوه، فانت ما تحملنيش انا الايه المسؤوليه. يعني هو القانون كده، اذا نشرت فما فيش ايه ده قانون برضو الناس مش عارفه. فكانت دايما قواعد الترقيات وكده بتطلب نشر علم، والنشر العلمي عكس البراءات تماما. طالما نشرت يبقى ما فيش ايه براء. دلوقتي المقترح ان الموضوع ده يتم تعديله بحيث ان البراءة تبقى احد المدخلات او المخرجات للباحث اللي يتم الترقية ايه بيها. ده هيزود عدد البراءات الايه الاختراع. ثقافة الابتكار نفسها احنا بنتكلم كتير وبنحكي تفاصيل، طالما اتكلمنا فتأكد ان ما عادش في ابتكار ولا اختراع ولا حاجة تستحق الحماية. محدش بيتكلم كده، الناس بره بتشتغل في صمت، واخد بالك ازاي، ويقدم ورقه في صمت ويتقدم لمكتب البراءات في صمت، ولما تطلع الجريدة الرسمية للبراءات زي كده مسجل فيها براءة الاختراع اتكلم بقى. احنا بنتكلم قبل ما نشتغل، فدي برضو مشكلة، فهي ثقافة في الاخر. سبب كمان من الاسباب اللي بتخلي عدد البراءات قليلة في مصر هو البراءة دي او البراءات الاختراع هي مرتبطة بحد كبير بمستوى الصناعة والاستثمار في الصناعة وفي التكنولوجيا. كل ما كان هناك صناعة تكنولوجية متقدمة كل ما كان هناك حاجة الى حماية البراءات وحماية الافكار والى اخره. وبما ان جزء كبير من الصناعة عندنا هي صناعات اللي بيسموها يعني او على الاقل في الفترات السابقة يعني صناعات استهلاكية، فما فيهاش ابتكار، ما فيهاش ابداع. يعني اذا كنت انت رجل اعمال المصنع بتاعك قائم على ان انت جايب خط انتاج من دولة معينة وبتعبي وتبيع، ايه الابتكار اللي انت عايزه هنا؟ هنا انت بتعتمد على ان في حجم سوق بيمتص المنتجات دي وخلاص. لكن اذا كنت انت بتستثمر في تكنولوجيا زي الاتصالات والمعلومات والاجهزة الرقمية والالكترونيكس والميكاترونيكس والحاجات دي وعايز تنافس وتطلع منتج ينافس المنتجات العالمية، فانت هنا في حاجة ان كل تطوير تعمله تحميه ببراءة ايه اختراع. يعني انا اقول هي منظومة متكاملة من الظلم، من الظلم ان يتم مكتب براءات الاختراع هو الحلقة الاخيرة في المنظومة. لكن المنظومة بتبتدي منين؟ بتبتدي من التعليم، من الحضانة. اذا كان انت عندك ابنك في البيت اما تجيب له لعبة تضربه اذا كسرها ولا فكها هيتعلم ازاي التفكير والابتكار منين؟ انت عايزه يمشي في حارات، في قوالب محددة. اذا كان لو الكمبيوتر بتاعه او الموبايل بتاعه حاول يفك او بتاع بنعنفه ونعاقبه وكده عشان ما طب هو هيفكر الابتكار والحاجة. هي تعليم من الاول من النشأ. اما بتيجي تروح المدرسة التعليم بالطريقة العادية اكيد مش احسن حاجة انه يساعد على الابتكار، ولا احنا نبقى مختلفين في دي ولا ايه؟ التعليم ماشي نظام قياس التحصيل في مصر. حتى الثانوية العامة بيعتمد على الحفظ والقدرة على حفظ المعلومة واسترجاعها والى اخره في وقت الامتحان. ما فيش مجال للابتكار والتفكير. فهي حاجات متراكمة جدا. من الظلم ان كل الحاجات دي تتجمع وتيجي اصل المكتب بيطلع عدد براءات قليل. هو انا مش مكنه بتطلع قماش، انا بتتقدم لي طلبات بفحصها، اللي يستحق منها بمنحه براءه، اللي لا يستحق برفضه.